حضرت سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جربوا بخير جميعا. الديفيجن أسايمنت بيعمل حاجتين، بيقسم القيمة اللي على اليمين المتغير اللي على الشمال عليها، يعني بيقسم القيمة اللي على اليمين على قيمة المتغير اللي على الشمال، ده أول قصة. والحالة الثانية يروح مدي الناتج بتاع خارج القسمة ده للمتغير اللي على الشمال. حلو، يعني إكس على يساوي أو الفورورد سلاش يساوي واي، هيروح يقسم قيمة الواي قيمة المتغير يعني الواي، هيعوض عن قيمة الواي بكام؟ بخمسة. حلو خالص، أهو نفس السطر ده، هو إكس بتساوي إكس على واي. حلو كده؟ جميل. إكس قيمته بكام؟ 25. عوض على إكس على كام؟ على قيمة الواي بكام؟ بخمسة. 25 على 5 فيها الكام؟ فيها الخمسة، دي أول حاجة. الحاجة الثانية يروح الخمسة دي حاططها في قيمة المتغير اللي على الشمال. حلو كده؟ يروح دلوقتي قيمة الاكس بكام؟ بخمسة. لو عملت دوكمنت دوت رايت اكس يديك كام؟ يدي لك خمسة. حلو الكلام؟ جميل خالص. الحاجة الثانية لو أنا كنت، أنت عارف بقى أنا جربت معاك موضوع إن إي إن نوت نمبر، لو أنا حطيت نص ثاني. طب لو جربت أنا أقسم على قيمة صفر، لو عملت كنترول اس اديني حاجة اسمها انفينيتي، وربما نكون يعني عدينا على المفهوم بتاع انفينيتي، حلقة غير منتهية، وده تعتبر حاجة نوت انفينيت. فاكرين يا جماعة الحلقة بتاعت انفينيت يعني رقم محدود أو رقم غير محدود؟ فانفينيتي ده رقم غير محدود، أنت بتحاول تقسم على صفر، والموضوع قسم على صفر في الرياضة بيقول لك غير محدد، فإيه ده التعويض بتاع مسألة غير محدد أو انفينيتي في الترجمة بتاعتها إن جوز. سبحانك اللهم ربنا بحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.